معنا مشاهدينا عبر سكايب من مدينة غازي عنتاب الخبير العسكري السوري أديب العليوي، مرحبا بك. إذا المعارضة السورية المسلحة اتهمت نظام الأسد بالتصعيد في إدلب، ما أهداف النظام من هذا التصعيد في إدلب؟ مساء الخير، تحية لكم وتحية للمشاهدين. يعني حقيقة ما نلاحظه اليوم هو محاولة، يعني دعني أقول هي محاولة إيرانية، لأن الميليشيات الشيعية هي المتواجدة في مناطق جنوب حلب وشرق إدلب، وهي التي تحاول خرق الهدنة بشكل دائم طبعا من قوات النظام ومن الميليشيات الشيعية المتواجدة في هذه المنطقة، والتي تأتمر بأوامر إيرانية. الحقيقة يعني نحن قلنا سابقا أن سوريا الآن تعاني من احتلال مركب، احتلال روسي واحتلال إيراني، وبالتالي هذه المنطقة جنوب حلب وشرق إدلب هي من مناطق السيطرة دعني أقول الميليشيات الشيعية الإيرانية، وتحاول إيران التي لم يرق لها حقيقة هذا الاتفاق، تحاول يعني خرق هذا الاتفاق هي وقوات النظام الذي أيضا لم يرق له الاتفاق الذي حصل بين موسكو وأنقرة، وتخرق دائما هذه الهدنة. وهذا الموضوع يعني دعني أقول أنه برسم الأخوة الأتراك، يعني عندما نقول أن تركيا دولة ضامنة هي دولة ضامنة حقيقية، ولكن عندما نقول أن روسيا هي دولة ضامنة حقيقة هي روسيا ليست دولة ضامنة، بل هي الواقع هي دولة يعني طرف في المعادلة، طرف في القتال، هي طرف في القتال. ولاحظنا اليوم طائرات الاستطلاع، طائرات البجعة تحاول تصوير كل مناطق إدلب وريفها ومناطق إدلب وجنوب حماة، وبالتالي انا اقول ان طالما ان روسيا هي طرف في القتال ضد الثوار، فاذا يجب على تركيا ان تتحول الى ليس الى طرف ضامن بل الى طرف مقاتل، وتصد هجمات وخرق الاتفاق الروسي التركي. اذا كانت ايران متورطه كما ذكرت في هذه الانتهاكات التي تهدف الى يعني افشال اتفاق التهدئه المبرم بين تركيا وروسيا، لماذا تسكت برايك روسيا على هذه الانتهاكات الايرانيه؟ وهل لروسيا مصلحه في خرق الاتفاق؟ يعني دعني اقول ان انه لا يمكن التحرك على الاراضي السوريه وخاصه يعني من حيث التحركات العسكريه الا بضوء اخضر يعني من قبل روسيا، روسيا هي المهيمنه عسكريا. يعني دعني اقول ان هناك مناطق نفوذ لايران هي جزء منها هو ريف ادلب، لكن المتحكم الرئيسي هي روسيا، ولكن إيران تحاول خرق هذا الاتفاق لعدم قبولها به، لكن بضوء أخضر روسي دعني أقول. وأعتقد أن روسيا من خلال الأيام القادمة سيظهر أن يعني هناك لقاء كما نعلم بعد أيام بين الرئيس الروسي وبين الرئيس أردوغان في تركيا. أعتقد أن هذه الخروقات هي رسائل موجهة، يعني وسيطلب منه خلال زيارته او خلال لقائه مع الرئيس اردوغان سيطلب منه لجم القوات الايرانيه والميليشيات الشيعيه التابعه لها ويعني منعها من هذه الخروقات، وبالتالي اعتقد ان هناك طلبات وهناك رفع للسقف من قبل روسيا. يعني روسيا طالما انها تعطي الضوء الاخضر فيجب ان يكون لها شيء معين يمكن ان يتم طرحه من خلال اللقاء القادم، واعتقد انه سيتحدد بعد لقاء أردوغان وبوتين هذه الخروقات، سيتحدد يعني جدية روسيا في إمكانية يعني إمكانياتها، هل تستطيع لجم القوات الإيرانية أم لا. طيب الآن أخيرا، كيف ترى مستقبل الاتفاق مع هذه الانتهاكات والخروق؟ هل تعتقد أن تركيا وأمريكا التي اللتان تتحان الفرصة لضرب ميليشيات الإيران يعني سيكون لهما دور في المدة المقبلة؟ يعني دعني أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن ليست بجدية في قصقصة أظافر وأجنحة إيران على الأرض السورية. يعني هي يعني الحقيقة يعني كما يقال أرى جعجعة ولا أرى طحنا، يعني حتى الآن لم يتم يعني الضرب حقيقي للمصالح الإيرانية على الأراضي السورية. يعني هناك قصف من قبل الطائرات الإسرائيلية لأكثر من نقطة يعني تسيطر عليها الميليشيات الشيعية الإيرانية المتواجدة على الأراضي السورية، لكن الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن يعني كلاما، لكن على أرض الواقع لم نشعر بجدية حقيقية لمنع إيران من التواجد على الأراضي الإيرانية. ولذلك أنا أشك في أن يعني حتى الآن أشك في نوايا الولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة لتركيا، يعني تركيا أعتقد أنها يعني يجب أن يكون لها دور فعال أكثر، ويجب أن تكون هي طرف
يعني ليس طرف ضامن فقط، ولكن أن تكون طرف في أي يعني خرق. إذا كان هناك خرق للاتفاق يجب أن يتم عليه الرد من قبل القوات العسكرية التركية. ونحن نلاحظ أن القوات النقاط المراقبة التي تسيطر عليها تركيا أكثر من 12 نقطة، يجب يعني لم تكن هي نقاط مراقبة فحسب، بل أصبحت هي نقاط مدججة بالأسلحة والدبابات الهجومية. وبالتالي ما فائدة هذه الأسلحة والكوموندوس التركي المتواجد على الأراضي السورية إن لم يكن لصد مثل هكذا خروقات ومثل هكذا عدوان؟ ولذلك الكرة الحقيقة في ملعب الأخوة الأتراك. شكرا جزيلا لك عبر أسكان مدينة غازي عن تاب تركيا، خبير العسكري السوري أديب العلياوي.